وصلنا لأول محطة عندنا في هذه الرحلة اللي هي مدينة برشيد. نجمع دابا الجروب وغنمشيو باش نكملوا طريقنا. وصلنا دابا لتني بني خلوق في النواحي ديال القيصر، غنفطروا وغنكملوا الرحلة ديالنا. فطور مغربي تقليدي مع هذا البرد ما ينفعال بيصارو الملول. غادي نصليو دابا الفجر وغنمشيو باش نكملوا طريقنا. هادو اللي غادي حنا اموديياسيون، لاموديياسيون هي ستان تيران اللي فيها 3000 هكتار. الى بارتيان لواحد لا كومون رورال لواحد الجماعه قرويه، وحنا كنكريوه من عند المياه والغابات. لا كتكريها باش تصيد فيها سبيسيالمون الصيده نهار الحد مره في الاسبوع. في موسم الصيد يفتتح كل سنه ثلاث اشهر، يبتدي من شهر اكتوبر حتى 31 شهر ديسمبر، هم كل احد. وعدد الطرائد المسموحه لكل صياد هي اربع حجلات وارنب. وصلنا دابا للمعقل ديال حولي السردي في المغرب. مسموح بصيد طرائد اخرى مثل الحاجه او لاباتي ديال السونغلي ديال الخنزير البري، والسمان السلوى السلوى اللي مذكوره في الايه من والسلوى من والسلوى. وصلنا دابا للتيران اللي تابع للجمعيه اللي غنصيدوا فيه واللي كتحدى المساحه ديالو ب 3000 هكتار. كيف ما كتشوفوا معايا الكلاب دابا فرحانين مني طلعناهم، حيت بقاو الطرح كامل هما مسجونين. غادي نوجدوا دابا البندقيات ديالنا باش نبداو الرحله. وهذه واحدة من البندقيات ديالنا ديال الصيد اللي من نوع ستون كوت. دابا حوالي 8 ديال الصباح، من هنا غنبداو الرحلة ديالنا. الكحل هذا احنا باقيين دابا غاديين في الطريق هذه اللي صعبه شويه، فيها الحجر بزاف كنقلبوا على الحجر. ما خصنيش نرفع صوتي بزاف حيت الحجر كيسمع الصوت وكيهرب. هاد الكلاب هادو الباور ديالهم الا شافوا شي ارنب كيوقفوا كيعطيو واحد الاشاره، بس هادو كيكون مخزون فيهم الارنب. كل شيء عندهم الريحه، ما شموا دابا شي حاجه، كيعطيو واحد الاشاره من كيشموا شي ريحه كيعطيو واحد الاشاره. الاثار ديال شي القنيه ديال القنيه ولا ديال الحجل؟ لا ديال الحجل. ديال الحجل هذا المكان اللي كتشاهدوا معايا هو اللي كيجيبوا فيه الحجل، كيبقى هنا كيتربى مدة شهر باش يولف هذه المنطقة ومن بعد كيطلقوه. مع توالي ديال الموسم الجفاف كينقصوا الاعداد ديال الحجل وديال الارنب. كما كتشوفوا حنا باقيين كنقلبوا على اول طريدة. ها هو السالته غادي قدامنا. ايوا الحجاج ويلي ويلي. حنا دابا غاديين للبلاصه اللي فيها الزيتون باش نصيدوا الحجل.
كيف ما كتشوفوا معايا هاد الطريق حنا صعيبه وواحد التضاريس اللي فيها الحجر بزاف عرفتي راه جماله ديال بصح ضربنا. الماء وكيلقى الحب ديال الزيتون كياكلو قلت كياكل الزيتون هو ياكل الزيتون كيمشي دابا للبلاصه اللي عندو فيها الماء ولا المرعى ديال الرنبات شي حفره وكتقد تعطي راسها للشمس توجه الاتجاه ديال الشمس وكتجلس. هاد الكلاب الدربي لا شمو الريحه ديال الحجر ولا ديال الارنب كيعطيو واحد الاشاره نقولو ليا فرسيلو مال لا لا فيميل سي هاز اش ا اس او اون المون سي سي هاز هاز المانيا هاز عطاك الرضا قالوا ليا فر الارنب البري بري رابط عادة في هاد الفصل البارد وكتوجه الاشعة ديال الشمس للتدفئة للفصل البطالة عنده عامين ونص عنده ديزاين كبير وهادي عندها عام وشهرين لا فيه كثر في هاد القطعة هاد القطعة كتنتمي لجماعة قروية وكيكريوها لي شاسور بار كوتيزاسيون انيوال دو 5000 درهم شاكان 5000 درهم لكل صياد اونيكمون خصيصا للصيد هو كندير بحال كندير خصيصا للصيد باش يصيدوا فيها وعندها الحارس ديالها وكان الحراسه ديالها الحراسه من الصيد الجائر من الصيد الجائر ومن كل شيء مزيان. هنا فين كيشرب الحجل كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو يعمروها بالسيتيرنا بنو ديال التراكتور وكاين بنو ديال التراكتور هنا مدفون. كيف ما صباح اللي قلت لكم كاين هنا واحد الطريق اللي صعيبه شويه كاين الحجر بزاف نورمالمون هاد البلاصه كتكون كلها ربيع ولكن هاد العام باقا الشمس باتش كيف ما كتشوفوا باقا ما كاينش الربيع هنايا وهادشي اللي كيصعب علينا نلقاو الحجل حيت ملي كتكون الشتا صابو كيكون ربيع كيكون وحش. هاي لاطراس ديال لاطراس ديال الحجل هنايا كاين كيف ما شفتوا معايا هذاك لاطراس ديال الحجل هاللي السيد اللي جيت ما عنده ليكسبيريونس راه هادو كيكونوا غيران ديال النمل كيهبش عليهم باش كيتغدى عليهم هذاك النمل فيه بحال الفاكسان ديالو قلتي كيدير ليه الوقايه من الامراض. هذه معلومه جديده ما كنتش عارفها شكرا لك. شنو النوع ديال النباتات هادو؟ النوع اسمه الدارجه القطف ولكن دابا نسولك على النوع شنو سميتها بالدارجه؟ القطف 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 كيتغدى على هاد الزريعه ديال هاد النباتات اللي سميتها بالدارجه ديالنا القطف القطفه. هاي 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 سير هاي هاي كلاب عطشاني كيف ما كتشوفوا معايا هما شربوا وغنكملوا الطريق ديالنا. صافي الماء باش يبرد من بعد ما شربوا الكلاب غنمشي نكملوا دابا الطريق ديالنا. معطن ديال الثعلب خليه مسكين شوف اجي هي دايره الاخر من هنا باش الى جا منين كتخرج رياضه ومتنفس اون برينسيپ حنا اللي كيهمنا اكثر في هادشي هو الرياضه ديال المشي لاننا حنا مخدمين دابا الايفون كيحسب شحال من كيلومتر غنضربو والمتعة هواية بحال باقي الهوايات. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم علم اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذا واحد جوج الصيادات تلاقينا معاهم هنايا كيف ما كتشوفوا ما عندهم هاد الكلاب هادو زوينين
وكيف ما كتعرفوا معايا هاد المنطقه معروفه بالحول السردي واللي كتعتبر هي المعقل ديالو. كي ياكلها سلام يا يوركا ديالي. واحد كيف ما كتشوفوا معايا واحد القنفود هنا ميت ام سنانو. وهذا واحد الغار ثاني ديال الثعلب اللي كيتميز بالذكاء ديالو، كيدير فيه مدخل ومخرج باش الا كان شي خطر كيخرج من هذا الباب الخلفي. ولكن علم الله فين زاد حنا نشدو. كيف ما كتشوفوا معايا هذا الصخر هذا اللي مصبغ بالزرق على اليسار ديالي هنا تابع الجمعيه. بالنسبه لهذا المكان هذا اللي على اليمن ممكن اي واحد يصيد فيه. كانت هذه هي الحصيله ديالنا ديال اليوم من الصيد قنية وحجلة. نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم وتكونوا دوزتوا معايا واحد الوقت اللي ممتع. ما تنساوش تشاركوا عندي في باج انستغرام باج فيسبوك باج تيك توك اللي هما نفس الاسم ديال القناه ياسين يو اس اي فلوكس. وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب عندي في الشانل ونشوفكم في حلقه جديده في موضوع جديد. وثانكس فور واتشينغ.